وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض القاضي والمتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي. دكتور أهلا بكم معنا في الرابعة. لو نتحدث أولا عن أهمية هذا المسار التدريبي للديوان والهدف منه. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كرة العربية جميلة الاهتمام بالأخبار التي تعنى وتعني عموم المتعاملين وأيضا المهتمين بالشأن الحقوقي. ديوان المظالم وهو يؤدي رسالته العدلية في ظل الاختصاص المناطبة من رد المظالم وإقرار الحقوق هو أيضا هو جزء من المؤسسات القضائية، له رؤى واستراتيجياته المعنية بتحقيقها من خلال المبادرات والأهداف. فكان هناك استراتيجية ديوان المظالم التي قررها معالي رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف، عنيت في أحد أهدافها بجانب تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي من خلال مبادرات معنية في هذا الشأن. هذه الرؤية وهذه الخطة الاستراتيجية جاءت مواكبة للرؤية السامية للمملكة 2030، أيضا جاءت مواكبة للرؤى والتوجهات التي قرها ديوان التي رفعها ديوان المظالم وعهدها وتوجت بالموافقة السامية في 24/6/1438. لا شك أخي الكريم أن التدريب العملي لمنسوبي التعليم الحقوقي له أولوية وله انعكاسه على المتدرب وأيضا انعكاسه على يسر وسلامة الترافع أمام الجهات القضائية. ديوان المظالم وكما ذكرت في الخبر هو أعد وصمم هذا البرنامج ليكون مواكبا للاحتياج العملي والتدريبي التي تتطلبه كليات الحقوق. فجاء هذا البرنامج ليراعي التطبيق العملي، جاء هذا البرنامج ليراعي الجانب العلمي ببرنامج علمي مكثف مدة أسبوعين، أيضا جاء هذا البرنامج ليشمل تقييم الديوان لهذا التطبيق العملي وسلامة هذه المخرجات، أيضا جاء بتكريم للملتحقين بهذا البرنامج من خلال شهادات بهذا الخصوص وأيضا من خلال تقديم وتزويدهم بمدونات أحكام الديوان في بيئة مناسبة ووفقة التقييد المهم. طيب دكتور، لو نتحدث الآن عن أعداد المستفيدين من هذا المسار التدريبي وهل سيشمل كافة المحاكم الإدارية في المملكة؟ نظرا لتزايد الطلبات من الكليات الحقوق وكليات القانون، جاء توجيه معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف هذا اليوم لعموم محاكم الإدارية بالديوان، لعموم إدارات الديوان، برفع الاستيعاب بشكل عالي ليشمل جميع طلبات التدريب وفق المسار التدريبي الذي رسمه الديوان. شمل هذا المسار في الفترة السابقة شمل عدد من الجامعات، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، جامعة الحدود الشمالية، شمل ما يقارب من 200 متدربة. وهو اليوم يصدر معالي الرئيس قراره الواضح وتوجيهه الواضح بزيادة الاستيعاب في هذا الجانب. طب هل هناك رغبة من الديوان في التواصل مع كافة أطياف وشرائح المجتمع دكتور؟ بلا شك الديوان ومن خلال رؤية واضحة لديه بتعزيز العلاقات والتشاركية والاستماع وتفعيل المقترحات والرؤى أتاح وسائل، سواء منها ما هو التطبيقات الحديثة، حساب الديوان على تويتر وهو حساب التواصل الخاص به، بحيث يتمكن كل أحد لديه مقترح أو استفسار أو رؤية معينة رفعها من خلال هذا الحساب والتي سيتم الجواب عنها فورا. أيضا هناك تواصل آخر من خلال موقع الديوان، أيضا هناك تواصل خاص مع معالي رئيس الديوان من خدمة راسل. كل هذه الإمكانيات أخي الكريمة التي أتاحها الديوان ووفرها بموجب قرارات معالي الرئيس جاءت مواكبة وملاقية للدعم الكريم الذي تلقاه هذا المرفق العدلي المهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين، ليلاقي الاحتياج ويلبي الاحتياج سواء في المسار العدلي وأيضا في المسارات الأخرى ومنها جانب تعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات. طيب بالنسبة لهذا التوجيه دكتور، هل سيدخل حيز تنفيذ على الفور؟ هل ستستفيد منه الطالبات بالإضافة للواتي تم تدريبهن سابقا؟ هو داخل حيز التنفيذ، ولكن التوجيه اليوم صدر برفع طاقة الاستيعاب لجميع الطلبات، لجميع الطلبات الواردة من كليات الحقوق وكليات القانون، برفع طاقة الاستيعاب لانضمام المنتسبات في هذا البرنامج التدريبي، لبرنامج التدريبي اللي صممه الديوان ليشمل التطبيق العملي وأيضا البرنامج العلمي. طيب
هذا التوجيه شمل كذلك التدريب على أحدث آليات ووسائل عمل الديوان الجديدة وتقنياته الحديثة، هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذا المجال دكتور؟ بلا شك الديوان ولله الحمد وكما أقر في العام المنصرم 1438 عدد من الرؤى والتوجهات كان من ضمنها نظام معين إلكتروني، والذي من خلاله تدار الدعوة من حين ورودها للديوان إلى حين انتهائها، تدار بشكل إلكتروني كامل بقيد الطلبات بتبليغ المواعيد، أيضا حتى للمترافعين يهمهم جدا التعامل مع هذا الجهاز ومعرفة تفاصيله ومعرفة كيف هو يستفيد من هذا الجهاز. هذا جانب وجزء مهم من التطبيق العملي الذي يتلقاه المتدرب وتتلقاه المتدربة داخل أروقة الديوان. أشكرك جزيل الشكر القاضي المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي، حدثتنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا دكتور.